أول حاجة، الحاجة التانية، لو أنا حتى ما بفهمش أي حاجة خالص، هنا واقفين لغاية فين؟ لغاية هنا، يبقى إزاي أكمل هنا أهو؟ زي ما اتفقنا، أنت لو جبتك كده أهو وصورتك صورتين من وشك ومن جنبك وحطيت الصورتين جنب بعض من نفس المسافه ونفس العدسه ونفس كل حاجه وحطيت الصورتين جنب بعض، هل مناخيرك ممكن تبقى مش حاطط مناخيرك الناحيه الثانيه؟ هل لو مثلا مديت كده هلاقي كتفك من ناحيه نازل ومن ناحيه طالع؟ مش كده ولا ايه؟ هل لو لابس بوت مثلا لغايه ركبتك هلاقي البوت فرده طالعه فرده نازله؟ استحاله استحالة. فبالتالي هنا اهو زي ما بقول لك اربط ما بين المساقط وبعضها. بين الفرونت والسايد الارتفاعات واحدة، يبقى هنا اهو ده عمره ما هينزل لتحت. والمنطق البسيط حتى لو مش فاهم اسقاط. ده هنا ارتفاعه قد ايه من هنا لغاية هنا؟ يبقى لازم يبقى ارتفاعه لازم هينتهي عند دي. اهو. طب عايز افهمها بقى اسقاط. عايز افهمها بقى يا اسطى. اقول ايه؟ بص بقى، لو تصورت ان انت عندك نص اسطوانه، نص اسطوانه كده اهي، ده نص اسطوانه كده اهو. لما احس النص اسطوانه ده احسمه ازاي؟ هيبقى عندي هنا هاف سيركل مش كده؟ والناحيه الثانيه هيبقى ايه؟ عامل كده عند اعلى نقطه يبقى عامل كده اهو. صح دي قصاد دي. طيب تصور كده نص الاسطوانه ده زي ظهر الحصان. اوكي؟ لما تيجي انت تركب على الحصان ايه اللي بيحصل؟ تخيل كده هنا اهو جبت من فوق صندوق كويس وحطيته هنا كده اهو نزل لي كده اهوت هنا اهو ماشي كده وكده كده اهوت اهو جبت صندوق حطيته كده اهوت. الكونتاكت فين؟ الكونتاكت من اول نقطه دي لغايه النقطه دي ده الكونتاكت ما بينهم كده. ده لو حطيت الصندوق كده على طول. طيب لا كده كده انا ما حضنتش الحصان برجليا. لا ايه؟ تخيل كده ان الصندوق الاحمر ده طار وهزق هينزل معايا هاخد شكل الظهر الظهر بتاع الصون ولا لا؟ هينزل لغايه فين؟ مش هينزل كده لغايه لما يعني لغايه لما يبقى عندك كتير رجليا كده كده ولا ايه؟ وهينزل لي هنا برضه نفس الحكايه من الناحيه الثانيه هيبقى عامل كده اهوت اهو كويس. وهنا هيبقى فيه ايه؟ خط تقاطع هيبقى فيه خط تقاطع صح؟ يبقى هينزل لي هنا مش كده؟ الاسود ده اللي ورا هيروح فين؟ مشي مظبوط كده؟ طيب الصندوق الاحمر ده هنا هيبقى عامل ازاي؟ وانا باصص له كده مش هيجي لي هنا اهو اهو هيبقى عامل كده مظبوط. طيب النقطه دي اللي انا كنت شايفها الاول هنا فالعرض اللي عندي المسافه من هنا لهنا هتتحول الى ايه؟ هيبقى عندي في خط هنا اهو كده والصندوق بعد كده يطلع لي يطلع لي كده اهو صح وده مش موجود مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى كده الاسطوانه بتاعتي اهي بقيتها لو جزء من هنا لهنا كامله زي ما هي انما الجزء اللي ورا النقطه دي اخر سطح عندي نزل بقى عند الخط ده صح؟ مفهومه الحته دي كويس؟ الكلام ده هيتكرر معانا برضو كتير. الكلام ده هيتكرر معانا برضو كتير. اوكي؟ هنا بقى اطبق الكلام ده ازاي؟ عندي انا هنا اديت لك مثل ان عندي نص اسطوانه سوليد. هل هتفرق لو انا عندي الاسطوانه دي نفق؟ نفق اسطواني؟ هتفرق؟ لا مش هتفرق، نفس الحكايه، يبقى انا عندي هنا اهو زي ما قلنا هنزل بقى بالنقطه دي اهي النقطه اللي عندي انزل بيها كده اهوت اهي
بقت هنا هتبقى ايه؟ ده نهايه القطع اللي ايه؟ اللي ما بين الميجا اللي ورا وبين الاسطوانه. الخط ده هيحصل له ايه؟ هيختفي. 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 اوكي؟ حد مش فاهم؟ اوكي؟ طيب نيجي بقى نشوف الجزء الثاني اللي هو الجزء ده. شوف الجزء الثاني اللي هو الجزء ده. شيل البيت عشان ما تتلخبطناش. الجزء الثاني اللي هنا. أنا بص ما انساش أبص اتجاه إيه؟ إكس. هنا المستوى الأفقي اللي عندي هنا بالمناسبة ده، الخط بتاعي اللي هنا ده على بعد قد إيه؟ خط الفيرتيكال الصغير اللي هنا ده على بعد قد إيه من ورا؟ 27 27 يبقى حاجة من ورا أقيس 27 جاي نازل الخط هنا أهو نازل كده. أوكي؟ وبعدين عندي هنا اهو على بعد 25 من الاول في الخط الافقي الثاني خط الراس الثاني اللي هنا ده مش كده؟ 25 من الناحيه الثانيه يبقى عايز 25 من الناحيه الثانيه يبقى عندي في خط ايه؟ فيرتيكال هنا اهو. طيب المستوى الافقي اللي هنا ده هيبقى عامل ازاي؟ واصل ماشي كده اهو من هنا اهو كده ماشي كده لغايه فين؟ اعرف؟ لا ما اعرف مش بدي لك مقاس خلاص سيب بس ما تنساهوش عشان ما يبقاش عندك خط مفتوح على الفاضي. اوكي؟ طيب نفكر برضه للمرة الثانية. المرة الثانية المسافة اللي ناقصة عندي ايه؟ طول ولا عرض ولا ارتفاع؟ ها اسمع عرض. طول ولا عرض ولا ارتفاع؟ عرض. عرض. مين اللي مشترك مع ساديو في العرض؟ توب. التوب. العرض ماشي كده، التوب هيبقى كده اهو، يبقى بص في الايه؟ في المسافه اللي هنا دي، فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ ده موجود فين؟ في اقصى يمين الشكل. يبقى انا هنا لازم اشوفه ايه؟ في اقصى يمين الشكل، وبعدين بتاع الحته دي يبقى اشوفه في الركن اللي هنا. لما اقول لحد فين ادور عليه فين؟ يقعد يدور لي هنا وتوه في الحته انا بتكلم فين الحته دي؟ انت النهارده لو في مثلا نسيت الموبايل بتاعك في الباص وكنت قاعد في حته معينه هتروح تدور في الباص الثاني؟ او تدور في كرسي ثاني غير كرسيك؟ هتدور في كرسيك على طول. فين كرسيك اهو؟ ده على اليمين هنا اهو يبقى الفرق يبقى هيبقى على اليمين ومن الحته الثانيه يبقى في الركن ده. ماشي يا ساده الكلام ده مهم مهم بيضيع يعني الناس اللي بتقول احنا بنضيع وقت طويل جدا وبناخد وقت طويل جدا اهو ده بيضيع هنا. نعم ممكن بس الحته في الصيد دي تاني عشان احنا دلوقتي خدنا هنا اهو المسافه بتاعتنا من هنا لهنا على بعد 27 في خط خط ده ارتفاع قد ايه؟ 10 اللي هي كلها 20 خلاص وبعدين على بعد 25 الناحيه الثانيه في 10 وبعدين في عندي المستوى الافقي اللي هنا رسمته خط افقي بس ما اعرفش هينتهي فين، الخط ده هينتهي فين؟ ما اعرفوش. يبقى بسيبه واجيبه من ايه؟ المسقط الثاني بتاعي، خلاص؟ يبقى هنا كده ده ادور بقى على ايه؟ على التوب، ابتدي ارسم التوب، التوب لما هبص له من فوق هلاقي ايه؟ ماشي من ورا كده على طول اهو، هسيب برضه 20 وامشي كده اهو. كويس؟ وانزل من هنا، انزل مسافه قد ايه؟ ها؟ لا اجيبها من السايد ما انزلش 60 اجيبها من السايد اقيس المسافه بتاعتي من هنا واروح جاي حاططها هنا هتجيلي النقطه بتاعتي اهي اوكي وبعدين امشي كده لغايه فين؟ لغايه فين؟ امشي كده لغايه فين؟ ها؟ من النقطه دي اروح نازل كده اهوت اهي ادي النقطه بتاعتي وبعدين همشي من هنا الميل بتاعي ابتدى منين؟ الميل اللي هنا ابتدى منين؟ 25 لا ماليش دعوه ب 25 هجيبها من هنا اهي اوكي؟
اهي من هنا اهو جاي حطيتها فين؟ حطيتها هنا. يبقى هنا المسافه بتاعتي لو كملت ده كده اهوت هنا اهوت اجي عند النقطه دي كده كملتها كده اهو جاي واخد المسافه بتاعتي هنا اهوت في مكان ما اهو جاي ايه؟ موصل ادي نقطه اوصل النقطتين دول ببعض كده اهوت يبقى ده ايه؟ ادي المستوى المائل بتاعي. ادي المستوى المائل بتاعي. كده وبعدين من عند البوينت دي الكسره بتاعتنا اهي من عند النقطة دي هنا، بص كده احنا هنا خدنا على بعد سواء كان يبقى هقيس المسافة بتاعتي من هنا، فأنا جاي حاططها هنا اهوت، يبقى هيجي لي الخط بتاعي من هنا كده لغاية فين؟ لغاية كده الخط اللي هنا ده لغاية هنا، هنزل من هنا اهو، جاي كده اهوت ونازل كده، لما انزل كده جت النقطة المفقودة ولا لأ؟ أوكي؟ فهمنا؟ يبقى اجي بعد كده اقيس ايه؟ اقيس المسافه بتاعتي دي اهي، شايفها؟ احطها فين؟ خدها هناك الناحيه الثانيه هتبقى من هنا اهو. خلاص؟ كده تيجي هنا اهوت، جاي واخد المسافه بتاعتي كده. يبقى ثاني المسافه اللي عندي اهي ديت اهي، اروح جاي حطيتها فين؟ جاي حطيتها هنا. ناخد بالنا المره الثالثه عندي هنا حرف ال وهنا حرف ال وهنا لاين لاين عشان لما نعرف لما نبص في العكس لما يجي لي السمستر اللي جاي ان شاء الله وعليكم خير الاقي في خط مايل هنا اطلع هنا الاقي حرف ال يبقى الناحيه الثانيه ادور وانا مغمض على حرف ال لقيت الحرف ال الناحيه الثانيه خلاص الشكل اتعرف عندي انكلاين بلين على حرف ال من النقطة دي للنقطة دي خلق تصورتها. اوكي؟ نعم. مش عارف ازاي احنا كملنا اللاين ده. يعني اللاين ده؟ اللاين مش هنا كان في لاين ناقص؟ ايوه ما احنا دلوقتي اللاين اللي ناقص ده من فين لفين؟ مش من النقطة دي لغاية النقطة دي؟ اه. مش كده؟ أيوة. طب احنا لما بصينا من فوق مش هو من النقطة دي لغاية النقطة دي؟ اه. طيب يبقى هاخد المسافة دي نحطها هناك. لان احنا لما بنبص كده المسافه يعني المسافه اللي من هنا ببص لها من فوق ولا ببص لها من جنب مش هي هي بس انا حطيتها فيرتيكال هنا وحطها هوريزونتال تمام طيب يبقى ده كده الجزئيه دي خلصت نيجي هنا نيجي هنا عندنا